أستاذ إيهاب، كان عندي سؤال. إحنا عرفنا قبل كده من الفيديو اللي قبل كده إن دي تكلفة زيادة على فرض الأمن. اللي أنا أعرفه إن الشركة بتاعت حضراتكم بتتكلف علينا فرض الأمن 3550 جنيه في الشهر. طيب الفرد ده الناس بتشتكي منه، بتقول سنه صغير، بطاقته مش مكتوب فيها معرفش شغال في العربية للحراسات، متأمن عليه ولا لا، شوية أسئلة غريبة كده. لو احنا عايزين نرتقي بفرد الأمن ده يبقى معاه سلاح، يبقى معاه لاسلكي، ونستغنى عن العصاية الغريبة اللي ماسكها في إيده دي المفروض يخوف بيها حد، او عايزين واحد جسمه زي اللي بيعمل بادي بيلدينج وحاجات من دي. ايه اللي هندفعه او يكلفنا زياده عن ال 3550 اللي احنا بندفعها شهريا لكل فرد؟ دلوقتي 3550 دي تكلفه فرد لاكثر ولا اقل. تمام، اوكي. طيب انا عندي كذا ليفل. انت عايز مثلا فرد بادي بيلدينج. تمام، فرد بادي بيلدينج ده تكلفته عاليه جدا. ليه؟ ده بيتعامل معاملة تانية خالص. ده مثلا أكله وشربه وعصيره اللي بياخدهم في اليوم بيعدوا 200 جنيه كل يوم، بياكل 200 جنيه لأن دول بياخدوا إشي كيميكالز وإشي مش عارف عصير معينة ولبن معين وي 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 إلى آخره. أوكي؟ طبعا التكلفة دي هتبقى عليك مش عليك، يعني هتأكله. طبعا لا، ما تأكلوش، أنا أكله. أوكي؟ أو أديله البدل، أو تديله البدل هو يأكل نفسه. دي نمرة واحد. طيب انا دلوقتي عشان اجيب فرد بسلاح، تمام، دي قصه تانية وتكلفه تانية. عايز فرد ومعاه كمان كلب بوليسي، يعني ممكن نازل كلاب بوليسيه بالليل. اوكي، طب سوري انا اسف، يعني من مفارقات القدر ان تكلفه الكلب اكتر من تكلفه الفرد بني ادم. يعني الكلب البوليسي بيتكلف 4250 جنيه في الشهر عشان اكله ولا عشان تدريبه ولا عشان ايه؟ هو اكله وتدريبه وتطعيماته بالكلام ده. وهل بيشتغل 12 ساعة زي الفرد البشري؟ 8 ساعات بس. الكلب يشتغل 8 والبني آدم يشتغل 8 ساعات بس. اوكي؟ تمام. طب انت دلوقتي عايز فرد بسلاح لاسلكي بكلب بوليسي، طب معلش انت راسك بادجت قد ايه في تكلفة الأمن للكومباوند؟ احنا بالكاد بنعرف ندفع 3550. لا دي بتاعت حضرتك، دي مش بتاعتي. تمام، دي مش بتاعتي انا. انا ممكن ابعت لك عرض سعر مختوم من الشركة. فرد بكذا، فرد بسلاح كذا، فرد بسلاح بكلب بوليسي كذا. تمام، فرد بسلاح بكلب بوليسي بادي بيلدينج بكذا. تمام، اوكي. بس كل ما هتعلي الاوبشن كل ما هتعلي البادجت. تمام، نورمال يعني. تمام. طب بالنسبه للسن، في ناس بتشتكي من السن بتقول في عيال عندها 19 سنه او اقل. بص يا فندم، لا لا، مفيش حاجه اسمها اقل من 19 سنه عندنا. تمام، اوكي. اي عقد بتاع شركة امن محترمة في الدنيا بينص ان السن لا يقل عن 20 ولا يزيد عن 45. طب احنا عندنا ناس اكبر من 45. كم في المية دي؟ نقول مثلا 25%. لا ما يجيش 25%. ما يجيش؟ بص، مع كله من الداتا وداتا بيز عندنا على الكمبيوتر. نسبة السن اللي عندك في البشاير ازيد من 45% لا تتعدى 8%. لا يتعدى 8%. تمام، تمام. نسبة السن. وخدناهم ليه؟ هل لأن صحتهم كويسة مثلا؟ لا، هو نسبة السن الأكبر دي احنا قصدينها لأن الناس دي ملتزمة جدا بفرضية بالليل. تمام، الناس دي بيستحملوا شغل بالليل. والطبقة دي أو الفئة العمرية دي ملتزمة جدا جدا أكثر من الفئة العمرية بتاعت الشباب في انه ما ينامش بالليل. نفس الوقت انا عندي مشرفين وعندي مرور الشركه عليهم بالليل. تمام، بس استاذن حضرتك نوقف علشان الاذان.